كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، تفسير تعدد شدوه إن شاء الله قدعة. استعيذ بالله. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وارسلنا إليهم رسلا. أس دقور حياة سير بنو إسرائيل شكي بس بنو إسرائيل ناخي قرى تسعن بيومش بغيتني رس. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. تان تبايم الرئيش اش تان لأش تلهمانس ووش تان ديزاق دوحش ووش ويش تابش خرص بورتا تابش بايرتا. ويأخذنا من اليهود العهد المؤكد الموثق. جوكتش الحياة سيرسا تاغدين دقور على الإيمان بالله وبجميع الرسل دي لخي مصو بايم الرئيش ديش البوال. وأرسلنا إليهم رسلا كثيرين دقوا بهم أشباخ كتنيرستان ليتعهدوهم بالعظة والتذكير تات شخيني بوض رحمة حيغن تان بيش. وكلما جاءهم رسول بما لا تحبه أنفسهم تان كاجد راس بهم رويتش تير دومشان تديش تخم دوحش عصوه وعاندوه تن عيس خلرش تن لحو البوضرش. فطائفة منهم كذبوهم تير تحيول توبة تير إتبايم الشخة تير خرطي ورا وطائفة قتلوهم قيول توبة إش بير تير. وإنما جاء التعبير بيقتلون يقتلون الهقاع إشتا ورجين يئنا بدل قتلوا قتلوا متنا لاستحضار صورتها الفظيعة في الذهن. إبيوغ صورتا تير إتبايم الش بير صورتا وغا دق دا إترحم هيتش دورسان إسوغ دق دا إترحم كوهتش دا إترحم. وللتنبيه على أن ذلك ديدنهم المستمر تقتدم بويتشا تير دائم يولو تير عادة إدو يخايتشا. وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا تان خيتر قبتا غير داتش نكزان خيرياتش أشيهم ليليش فعموا وصموا بعرزي خلر شما خشت خلر ثم تاب الله عليهم الله وتولد اعتوب ديرتان ثم عموا وصموا يغوا بعرزي خلهم تخش خلر كثير منهم تستغبش سيرخة والله بصير بما يعملون الله تريد وشتك وصوم قشو. أي وظن اليهود أن لا يصيبهم عذاب وبلاء بقتل الأنبياء جكتشن معتر شين تعبال تبو عربات سار بيمش بيتش فتمادوا في فنون الغي والفساد تاخت اخبي لرشا قي دقو ليلدور سارة يبوخ مش نسبرو ليوشش مشي تلرش. فعموا عن الهدى نيس ونخ بعرزي خلرش وصموا عن سماع الحق داق بغدق تسخش خلرش ثم تابوا فتاب الله عليهم يقتل دعتوب دور سار الله سيرتوب غوبل دور. ثم رجعوا إلى العمى والصمم يغوش بعرزي خلرية خش سخلري يو بيرزدوش وفنون البغي والإجرام قيول شيا بريستو بلينشكا والله بصير ومطلع على إجرامهم الله قوش شو سير بريستو بلينش وسيجازيهم عليه اسهما يهم بعدوش الله بيخم ببوتان. وشبههم تعالى بالأعمى والأصم الله تربنا اشهما تقوش والشنخاء تخش والشنخاء الذي لا يرى النور ولا يسمع الحق يو إذا نور سجوش يا بقدك تخش فهو يتيه في بيداء الضلال إذا خيش شو إذا قتلنا بستين يعني. وبعدا حكى عن اليهود جكت بيتن شلتها بعض القبائح والشنايع تيس عن اليهود بعض القبائح والشنايع جكت شغلات ستعيول تيرا بيغل شا يتن شلتها حكى عن النصارى وبعض دلالاتهم جكت بيت حكى عن النصارى بعض دلالاتهم أرنو الشغلات سيتحدل تلرش ديتنا في اعتقادهم بألوهية المسيح تيس يشتي شريحة عيسى بغمر ديل خضر أنه هو الله ديلو ألا
وأنه هو ثالث ثلاثة أو أنه ثالث ثلاثة لقد نقطع ألا. فقال سبحانه الله باغ لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كرسن دينا الجار عيسى بامر ديلو الجار. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله وربي ربي وربكم. عيسى بامر سرقال يربنوا إسرائيل شكا ديل دال عبادتي سد الله شيد الله. أي والله لقد كثر هؤلاء النصارى بقل كشنا لنهو قرن وإشاء الذين قالوا أن لشبوش إن المسيح هو الله ما عيسى بيمر ديل وأل شبوش وهم اليعقوبية يعقوبية وبيس الذين زعموا شبوش أول شبش أن الله حل في ذات عيسى واتحد به تار أول الله عيسى سوشنا شوى لئيس تنستعخل لئيسة. فالله في نظرهم مكون من ذاتين تارك خاتش الله شن هم نخ أوش قاتو شن هم نغلاتشو اللاهوتية والناسوتية تست برستن إداقا تشلوشسكي داقا. أي حدد ذات الله تست الله شوالا في ذات عيسى أي عيسى شوالا فهو قد جمع بين كونه إلها وكونه إنسانا تعوش تغشيق عديل خضر أدم خضر. ولهذا اعتقدوا في عيسى الألوهية الألوهية تندر تيشبوش عيسى ديل والا. فقالوا تاروغ إن مريم ولدت إلها تاروغ مريم وديل وينا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لقوق الله إتهم نخاء قطر. وقال لهم عيسى عيسى بأمرسل قال لي يا بني إسرائيل أنا عبد لله مثلكم شو سنديل لي وسو بنو إسرائيل قال لي فاعبدوا خالقي وخالقكم سقوال جنا ششقوال جنا عبادتي الذي خلقنا جميعا ودكوال نقويس. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما ومأواه النار بقلا ديل شرك دي أشرك ميل ولا الله حرم نتن يوسمنا تن ورزم التكجوير جغتيو وما للظالمين من أنصار ظلم ناخ ظلم دي أشبال ناخنا غدا تكهروات. إن من يشرك بالله ويعبد غيره ميل ولا ديل شرك دينك قيتشن عبادتينك أو يعتقد بأن أحدا من البشر إله يتيشوك قيوك الله وشقينك أدمخ ديل وقال تيش تعولها. فالجنة محرمة عليه يلصمني حارمتن ولي يدهلها أبدا تأت جوراتس لأنها دار الموحدين وندلش ديل تعوشير تدويزة ومصيره جهنم نار جهنم جوجة تنسيتن ورزمتك رد عليهم القرآن بحجة قاطعة تندح الأتود للقرآن ودخل دو ثاني وهي أن أول كلمة نطق بها عيسى إهدون ألشا وقر حلغر دوش عيسى أصداق دولو وهو طفل رضيع في المهد إجيم والشخينع وقوش وشاشة كلب النتوحة قال إني عبد الله سؤال صديل ولم يقول تسأل إني أنا الله صديل تسألت. وكيف يقول عيسى في دعائه تخمو عيسى الشادع دتشن يا رب ويا الله اشتمو غلطو هل هو يدعو نفس شيك قرشوئز أم هو يسألها شيك دوشوئز هذا محال هرتع نريا لهم دو. ثم كيف يكون إلها سلطع موخ الإديلة وهم جميعا يعتقدون بصلبه إش بقيت يشبو إذا رسبعتنا. وكيف يسلب الإله ديل رسبعت موغو ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه نتقد بوتشا شينغ شازشتي تونيت نتقد بوتش موخو لي كما قال القائل تقول شما ألدر إذا سلب الإله بفعل عبد يهودي فما هذا الإله. الله دعونا رسبعتون خلجة تنجوكتي تقتا تنجوكتي شوي رسبعتون خلجة هوديلو. وهناك فرقة أخرى من النصارى قطعة توبيو الأرم والشخة تعتقد بالتثليث تقترويت سبوشتلهم نختيش بوش وهم كفار أيضا يشوبو كرست لا يقلون سفها وضلالا عن الفئة الأولى تعجيم جماعة عبوش بات يش تيلرتا عودلرتا حلغر توبن الله. وفيهم يقول سبحانه تيرخ لاتسا دال بوخ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كرسنا لدينا آل شارا الله خان تعوال وما من إله إلا إله واحد وما تتعب ديل. وإن لم ينتهوا عما يقولون تار شردوش تكسد سداحا لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم تير كرسنا لدينا شارنا لازم عازب خردو. أي والله لقد كفر الذين قالوا كف كرسنا لدينا بقلا آل شارا إن الله أحد آلهة ثلاثة الله قاد يلق تعوال الله وعيسى ومريم
Erko fecalu Allah'a thalise thalase. Çer Allah'a iç kolonu güne çıkanlık. Ve lihâze iştara iştehara kavluhum çındere gardala çeyir gamyala çeyir oğuşturhuma el ebu vel ibn ve ruhul kudus. Her. Hukka Allahu ve İsa ve Meryem bu. Çeyir Allahu ve İsa ve Cibril el. Neyse dermi atsın. Aşıp kalemek hukka. Ve kad raddallahu aleyhim bi kavlihi Allahu Rabbtele çeyirine. Ağlarca ve ma min ilahin illa ilahun vahid el. Ey ve leyse fil kevni illa ilahun vahid. To is ta'a değil vati ta'uvatuk. Mevsufun şiyene şey sıfaç doşa bil vahdaniye ta'u el. La mesile lehu ve la nazir şiyekter ta'uvuç. Ve illem yakuffu anil kavli bit teslis. İktroyce boğuştur humzel alsadi ta'haliye la yusibennehum azabun alimun fi dunya ve l-akhira. لازم يعاز بردو تساندين إلى آخر تعب بسبب كفرهم وجحودهم لوحدانية الله الله تعورا تتديت دير أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم الله توب تدو تسار ثم جشتر تدو يغدر تدو يغتر الله جشتر أشغن يتممو تعجيب من إصرارهم على الكفر تتوا وتت دولو الشدالنا آيتو تير أبرانس توخا كفر التعب çağbalar çer kufral ta çağbalar kha ay afala yantahuna an tilka al aqo an tilka al aqoid al batina it şey büyüğe gallel al aqide aqide ha ibru bijde in yuhsab al ish wal aqawil al munkara shashdu yishtalghuhum min al shakh ve yastaghfiruna rabbahum mimma nasabuhu ilayhi Allah geçter diyor da çer şaşa çünte dazin dolhum bahandosh min al ittihad wal hulul Allah tan şu Allah bu ustulhum naha والله يغفر لهم ويرحمهم الله جاشتي درسان غين يتم بيربار إن تابوا سارتهم ديش لقد اخترعوا عقيدة تدعو إلى الدهشة والاستغراب جو عقيدة قيوغي أخنا سارة حاتيات سوالري يغش فقالوا إن الإله جوهر واحد تارباغ الله تعصوش نستو حل في ثلاثة أجسام قاد قاديغي تشدل قادري تو دال تصوص نستو موتر اب وابن وروح واب اب واب وابن وروح قدس قدوش وهذه الثلاثة هو وهذه الثلاثة إله واحد فالقو تعديل موتر ومثل لذلك تنمثل دال نتارا بالشمس تتناول القرص والشعاع والحرارة اقتارا Böyle bu ise mahçe yani mesela denin çünkü mahku çulu açıp almak bu ise şeyine tak solunçlu diski luci tak yoğu kohum çulu açmak ve hiye vahide şey mahçe bala işte avdolun du ise ve hada duhikun alel avam hara tuma tığa açıp almak ha bilir duhara ve ahtiqarun lil aqlil insani مسو ناخخ بيلر دوهر تيرت باشر دوهر واحتقار للعقل الإنساني أدمي حيق الاختباش دهر وشف الشمس واحدة مما تعبو وإن كان فيها نور وحرارة وعواصف تشوح دلح نور دلح يوه يلح قيل بورن شلح وانفجارات ذرية آتم قيل سبلشك شلح والتفاعلات مغناطيسية تأخ مغنيت نقيري أكتش توع يلح أما الأب فهو غير الإبن أما أشي أشتوك ساتسا أتسا تو إيتا نسين وغير روح القدس يا روح القدس واتسيتوس جبريل فكيف تكون الثلاثة واحدا تاق موخل قو تاع موخل والواحد الثلاثة تاع قو موخل أليس في هذا إزراء بالعقل حيق الأتخي تردات وتوح وهو أظهر في البطلان من الشمس في وضح النهار هر بول يقشتو تيل غمدي عوض الغمدي مالخي الله يسني دينه ثم قرر القرآن الحقيقة ناصعة في أمر السيد المسيح فقال سبحانه تلتع نحو اهتنا قرآن وبقدق يسنا كساتنا عيسى أخلاتسا فقال سبحانه الله بوغ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل عيسى بيمر موات هنا بيمر بيشيل حلق دقو بيمر شنعبغ نوش أي ليس المسيح عيسى ابن مريم إلا أحد الرسل الكرام عيسى بيمر مواتونا ليرمي بيمر شخص بيمر بيه فهو رسول كسائر الرسل قبل بيمر سن بيمر رويز وهو آخر أنبياء بني إسرائيل
بنو إسرائيل شفاه مشخ دي حر نجويس وليس فيه من صفات الألوهية شيء. ديل صفة شخصهما دات سنجح وقد سبق قبله رسل كثيرون شيل عالدو قبايا مشتعب ونبوئز أتوا بمعجزات باهرة خز معجزات دال وشا عيدهم الله بها الله إتس معجزات سنجح بن بروش. فإن كان عيسى قد أحيا الله الموت على يدي عيسى بايمرس ديان بن بل عيسى بايمرس الله تنكيك ديان بن بلنا خلاح فقد أحيا الله العصا في يد موسى الله ديتشك ديان مينا موسى كوك تاني وجعلت حية تسعة تنغزميا مينا توتيقش وهو شيء أعجب إقيد تامشن ومدو. وإن خلق عيسى من غير أب عيسى دا وجقال ولا حا فقد خلق آدم من غير أب ولا أم آدم وقال دالنا نادوش فهو أغرب إقيد تامشن ومدو. فلماذا يضيفون على عيسى صفات الألوهية هند خطة تاختار هند خطة تار عيسى نئي الله صفاته. ثم قال تعالى تلدع الله أباه وأمه صديقة تنان بقل الشجر كان يأكلان الطعام شيء يا مشتر شيء. انظر كيف نبين لهم الآيات حجا أسمو بالقلدوت سنرى هر آيات شا ثم انظر أن يفكون حجم جغد حوزن بوش بغونخ. أي وأمه مريم إحدى النساء الطاهرات سنانة تنزد الشخص زدير العفيفات الشريفات ليرمية يشمق تنزد الشخص زدير اللواتي لازمن الصدق فهي صديقة بقد جاش لرد يشغل بزود الشخ إذا بقل يشجيو وليست زوجة للرب ديل زودياتيز. وقد كان عيسى أمه كسائر البشر يأكلان الطعام عيسى تنانا قبل نخسا يا ميوش برشي درشي ويحدثان الحدث أرد يجتر فكيف يكونان إلهين ديل موخ لشي يتاق. انظر كيف نوضح لهم الآيات الباهرة حج أسمو ورزس نعدد سان خز آيات شا ثم انظر كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل يحجموا دحو شبو الشاب نيس ونخا خارت وانده. بعد هذا البيان الصادع هر يسني بالقلو هر رزس يعني خلج وضع ولنقف لحظة تجيم صوتي ويا أمام روعة التعبير هر خز ورجين الحلغاب القرآني المعجز قرآن شرى جوغو يشلو في قوله سبحانه الله وآل جعد إذا كان يأكلان الطعام فقد أشار بهذه اللفتة البديعة حق دحوز ورطة خزا تدم بر تدم بوجتل همان ثاني وكذاتنا الله هو إلى أن من أكل الطعام وشرب الشراب شتو يأم يشج خخ مولج مول شجع يحتاج إلى إخراج الفضلات يسوي الشخم آريا ليشخم آريا حشت خلص إلى التبول والتغوط إسبمانكم وقبل شوم آر وحشت خلص. والقرآن يتنزه عن ذكر الألفاظ القبيحة قرآن تندو بيودش نشدال درخا فلم يقول سندر تسأل كان يبولاني ويتغوطاني تست كان يبولاني ويتغوطاني اشتسأل تست بمانكم وببلشوم وآل بيجبر أل ويحدثان الحدث اشتسأل آل بيجبر أل ويذهبان إلى التواليت تست تواليت بيود ألا تسأل. ولكنه كان ذلك بهذا التعبير البديع هرخز ورجين تسيني اشنم يكنا الله كان يأكلان الطعام للإشارة إلى أن من أكل إلى أن من يأكل الطعام إشر يشاش تو يأم يشجع يحتاج إلى إخراج الفضلات إشاي أجاريق حشت خضر وكذات يش. والرب جل وعلا منزه عن ذلك الله هائتهم نطعنه فكيف يكون عيسى وأمه إلهين تق عيسى تنانا شي ديل موخل وهما يأكلان ويبولان ويتغوطان إشي يؤشى أرد يتشخلش. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا لقوق الله الظلم ناخا ديجتهم نشاخا قطر لخلات. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. أعال شو عبادة ديشتو بميما الله شنا دكي يزيد دي ديش وشوالجن الله مصهم خيش خاشو. أي قل يا محمد لهؤلاء الذين عبدوا المسيح أعال هي محمد هو عيسانا عبادة ديش بولشناخنا أتعبدون من لا يستطيع يدفع الضر عن نفسه أش عبادة ديشتو شين دير زيد عطا تيشوتشن ولا يقدر لكم على النفع والضر يشون ديكا زيد يشوتشن ومن عجز عن نفع نفسه أو دفع السوء عنها من ولاح شين دياتيرا
زياد عداقة شينا بيد با يشو تشويق أو دفع سوء عنها يزيد العداقة يشو تشويق فهو عن نفع غيره أعجز قيتنا غدا بولي بس نبويز والله جل وعلا هو السميع لأقوال العباد الله شيا ليش دويش تلخم خشو العليم بأحوالهم تير حولش دويشو وهذا يتضمن الوعيد لمن عبد غير الله تعالى هو أجرزق الله وشخيتنا عبادة يشولشن قل يا أهل الكتاب هي أعال هي جكتي أملاي لا تغلو في دينكم غير الحق تيخ مديل شدين يا حا بقوا عدتين بقوا عندي عدوش ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل شو تيعا مداز لأم الشنا نيخا شو الحلغة تلب البلو وأضلوا كثيرا دقوا ناخ تلب بلو وضلوا عن سواء السبيل تاقشا نيس نيقاخا تلابل الخطاب للفريقين من أهل الكتاب شنية توبنا ديش يشبر الشينيو جكتش أهل الكتاب خاطر جكتي أرمى بويش أي لا تغالوا في دينكم تيخ مديل شيدين ولا تجاوزوا الحد فيه ترسامة فتقولوا عن عيسى أشآلا ورشا لا تقولوا ألا مجردو عيسى ما قال إنه إله أو ابن إله الله عيسى ديل ويا ديل كأنتو وهذا غلو النصارى هرى أرمى الشيد يخوي لردو وأما غلو اليهود تاقا جوكت شي تاخوي لرا فقولهم في عيسى تير آلردو عيسى غلاتا إنه ابن زنا تيستا قوتل ينوبوغا فكلا الفريقين عغالا في عيسى غلوا فاحشا شي توبا تيخالا كسات عيسى بيوغا تيخ دولتا ففريق اللهوه تحنتو ابن تنادلنا وفريق أهانوه وحقروه كان يأتغيتا سيسز منا فجعلوا أمه زانية نانا زنا دي الشؤال لنتر ورموه بأشنع القبائح بأنه ابن زنا وقر بيوخ 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 الليسا تنا تأيت لنتر تأيش قوط لنو الاشتا تأيخ واسنتر تنتي ولا تتبعوا أسلافكم وأئمتكم شي حال عبرا بلو شي إمام شناد يعمداز الذين ضلوا قبل مبعث الرسول عليه السلام تلب البلو يالجوالية وأضل كثير من الخلق دقوا ناخ تلاب بلو ممن شايعهم على كفرهم وضلالهم تير تحن بحكين بلو تير كفر الجاحي تير تل الجاحي وضلوا عن الطريق الواضح المستقيم تقشة تلاب الله هيسا بلغل نقدير وهو الإسلام إسلام دين دون بسبب اتباع الأهواء شاشة لا أمشن دعب أزر بحندوش ثم خص القرآن اليهود بالقسط الأوفر من الضلال سوط حق سن القرآن جكتي يق دق دا غنسة تلر دق دا غنسة بسبب بغيهم وعدوانهم سنس برولي وست بحندوش فقال سبحانه عنهم تندر الله تشت الله وآلا سيغلات لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم بنو إسرائيل تير كرسنا ودينا شا ديلنا على الكالبانير داود بايمر متسا عيسى بايمر متساني ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وش عيسى تيخبل شنا بول دير دريس اللعن لعن بوك الطرد والإبعاد من رحمة الله ديلا قن هي تمرجين وقردويز أي لعن الله اليهود لكفرهم جكتي ديل دل الله نعط قيقيني جكتشن شيكوف تير كفر البحاندوش وتكذيبهم لرسالة خاتم المرسلين تحر قيمر سير بزنا تصور بحاندوش وسعيهم في الأرض بالفساد بوخ مش تعدوني تعبر بحاندوش لعنهم الله في الزبور على لسان داود الله نعط قيقين سانا زبور شوحاء داود بيمر متساني ولعنهم في الإنجيل إنجيل شوحاء على لسان عيسى عيسى بيمر متسا فهم ملعونون بكل لسان مص ومتس لأن عطك العبوش في جميع الأوقات والأزمان مصوخين وذلك بسبب عصيانهم وسبب فجورهم وطغيانهم إدو تير عيسى البحاندوش تير كريستو البحاندوش كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون سارة غوشي سيت سبور غوخم ديش خينا لبئس ما كانوا يفعلون نتوع غوخم دوك تعليل نك هون تفسيرون يوضع دو شدوه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك